مشاهدينا، وللحديث عن إعلان أصحاب المولدات الأهلية في الفلوجة بمحافظة الأنبار إعلانهم عن الإضراب وإطفاء مولداتهم بشكل كامل وسط أزمة وقود خانقة، معنا من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. ما مبرر هذا الإضراب الذي قام به أصحاب المولدات في الفلوجة؟ إلى أي مدى أثرت أزمة الوقود على عملهم؟ نعم، بالتأكيد يعني هذا نتاج لسنوات طويلة من الفشل الحكومي لمعالجة أزمة الكهرباء التي ضربت بالصميم طبيعة حياة العراقيين وأرقتهم على مدى أكثر من 20 عاما. أزمة الكهرباء ولدت لدينا أزمة الوقود، وأزمة الوقود اليوم ولدت لدينا أزمة المولدات الأهلية التي تفاقمت بشكل كبير بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. نعم. حيث كما تعلمون اليوم درجات الحرارة في بغداد يعني قاربت 45 درجة. نعم. مئوية، و يعني ارتفاع درجات الحرارة ولهيب حر الصيف انفجرت أزمة المولدات الأهلية، ذلك لأن الحكومة الحالية وكذلك الحكومات السابقة تعالج الفشل بفشل آخر. ذلك الأزمة مستمرة ولا يوجد حل إلا بتأسيس منظومة وطنية كهربائية من أجل توفير الكهرباء، وهذا أبسط حق يطلبه الشعب العراقي. أستاذ أحمد، هناك من يرى أن هذا الإضراب يرتكز يعني على معطيات محقة، يعني لماذا لا تقوم الحكومة بوضع خطة لدعم أصحاب المولدات، لا سيما أن عملهم ينطلق من فائدة اجتماعية في ظل تقصير الوزارات، وزارة الكهرباء والحكومة بتوفير الكهرباء للمواطنين، وكما ذكرت على مدى أكثر من 19 عام. نعم صحيح، يعني كما قلت لك يعني بسبب السياسة الفاشلة والإجراءات الإدارية الفاشلة التي يسومها الفساد والتخبط والفوضى في اقتراحات حكومية وبالأخص لوزارة النفط وكذلك لوزارة الكهرباء. نعم. تولدت فينا هذه الأزمة، هنالك مقترحات جادة من أجل حل هذه المعضلة، وهي أنه تقوم الحكومة العراقية بتأسيس هيئة حكومية مهمتها الإشراف على عمل المولدات الأهلية وضمان سير عمل هذه المولدات من خلال توفير الوقود وكذلك توفير قطع الغيار وغيرها من المواد التي تحتاجها هذه المولدات الأهلية من أجل سد النقص في توفير الطاقة الكهربائية لمنازل العراقيين. لكن للأسف بسبب أزمة الوقود وارتفاع أسعار الغاز وكذلك المشتقات النفطية الأخرى اصطدم أصحاب المولدات الأهلية بأسعار باهظة جعلتهم عاجزين عن توفير الكميات اللازمة لتشغيل المولدات الأهلية. هنا أستاذ أحمد، نعم، هنا رابطة المولدات في الفلوجة تقول أن أصحاب المولدات يشترون زيت الغاز بمبلغ 950 ألف دينار لكل ألف لتر، هي كمية يقول لا تكفي إلا لثلاثة أيام، بالتالي لو انتهت هذه أو نفدت هذه الكمية ولم يستطيعوا توفير زيت الغاز المدعوم، هل يكون مصيرهم الاعتقال؟ نعم بالتأكيد، يعني الحكومة ليس لديها سوى أن تستخدم القبضة الحديدية في معالجة المشكلات، وما هكذا تورد من قبل، بل أن على الحكومة العراقية ونحن البلد المصدر للنفط ولدينا أكبر احتياطي نفطي في العالم، تعجز، تصور أن الحكومة العراقية تعجز عن توفير الغاز وكذلك بقية المشتقات في الاستخدامات اليومية للمواطنين. نعم. كما قلت سابقا لكم أنه لا توجد نية جادة للحكومة من أجل حل هذه المشكلة، لأن أذرع الفساد التي تسيطر على وزارة النفط وكذلك على وزارة الكهرباء وغيرها من المؤسسات الحكومية عاقت كل جهد صادق ينصب في مصلحة العراقيين.
نعم، المواطن اليوم ما بين الحكومة وما بين أصحاب المولدات ودرجات الحرارة تقترب من 45 كما ذكرت، يعني ما الذي يفعله المواطن؟ ما الذي يستطيع أن يفعله وسط ارتفاع شديد لدرجات الحرارة وعدم وجود كهرباء وطنية وتحكم من خلال أصحاب المولدات؟ للأسف يعني من الشيء المضحك المبكي في نفس الوقت هو أن العراقيين اليوم باتوا يفضلون أن يكون اليوم الذي يمر عليهم خلال فصل الصيف وشهر تموز تحديدا، يتمنون أن تكون هنالك عاصفة ترابية، لأن العاصفة الترابية كما تعلم تقوم بحجب أشعة الشمس وبذلك تنخفض درجات الحرارة. لأن العراقيين يعني عجزوا عن حل هذه المشكلة ويأسوا من الحلول الحكومية الترقيعية لتوفير الكهرباء لبيوت العراقيين. من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي، شكرا جزيلا لك.